السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة، فعلوا علامة الجرس. لو عجبكم الحلقة دعما للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. النهاردة هقدم لحضراتكم وصفة سهلة جدا وبسيطة لتبييض الأسنان وإزالة الجير من الأسنان وكل الطبقة الجيرية بطريقة سهلة جدا وبسيطة وغير مكلفة. هنستخدم في الوصفة دي مكون واحد فقط، وهو الكربوناتو أو كربونات الصوديوم. حضراتكم طبعا أكيد عارفينها، وهي متوفرة في محلات السوبر ماركت وفي محلات العطارة، ولها استخدامات في المطبخ كتيرة جدا طبعا السيدات عارفينها. وهنستخدم معاها المية الفاترة. تعالوا ما اقول لحضراتكم سريعا ايه الطريقة دي اللي ممكن نحصل بيها على اسنان بيضاء بواسطة المكون البسيط دوت. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هناخد مقدار معلقة من كربونات الصوديوم او الكربوناتو، في يعني هي بتعرف في مصر بالكربوناتو. بعد كده هنبدأ ان احنا نزود عليها قليل من المية، مقدار معلقة، يعني ما نكترش المية علشان الخليط ما يبقاش سايب قوي. هيبقى بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه دوت، ده المنظر النهائي. وصفة سهلة جدا في تحضيرها زي ما حضراتكم شايفين. ممكن نستعمل الوصفة دي ان احنا ناخدها بصباعنا كده هوت ونبدأ عملية تفريش الأسنان، أو إن احنا نجيب الفرشاة وناخد الكمية دي ونحطها على فرشاة الأسنان ونبدأ تفريش الأسنان بطريقة جيدة جدا، لكن نبعد عن اللثة بالوصفة دي، ونعمل تدليك لمدة 5 دقائق. الوصفة دي هنعملها كل يوم لمدة أسبوع. إن شاء الله هتشوفوا حضراتكم بالوصفة دي، ومن أول استعمال كمان هتشوفوا فرق رائع جدا وتغير في لون السنان تماما للون الأبيض. كمان الطبقة الجيرية اللي موجودة في الأسنان هتروح نهائيا من على الأسنان، وده بفضل كربونات الصوديوم، واللي هي بتعتبر من أجمل المواد الطبيعية اللي بتعمل على تشكيل حاجز بين تغير لون الأسنان ونمو البكتيريا، وبالتالي بتبيض الأسنان وفي الوقت نفسه بتحميها من أي مشاكل ضارة أو بكتيريا ضارة ممكن تأذي الأسنان. كمان في بعض الدراسات بتقول إن أي معجون أسنان بيحتوي على كربونات الصوديوم بيكون له أثر كبير جدا في عملية التبييض السريع والفوري للأسنان. وكمان كل ما زادت كمية الكربوناتو في معجون الأسنان عند تحضيره، كلما زادت القدرة للمعجون على تبييض الأسنان، لأن كربونات الصوديوم بتشيل طبقة البلاك تماما من على الأسنان. يبقى حضراتكم ممكن تلجأوا إلى الطريقة البسيطة اللي قلتها لحضراتكم ديت، هي حيلة سهلة جدا وبسيطة بمكون بسيط موجود في المنزل، مش هنشتريه، وبالطبع أصلا حضراتكم بتجيبوه بتستعملوه في المطبخ ومتوفر عندكم. طريقة سهلة مش هتاخد مننا يعني 5 دقايق وتحضيرها سهل، اعملوها. لكن طبعا بنصح نبتعد عن اللثة تماما، لكن برضو بقول لحضراتكم اي حد عنده مشاكل في اللثة او عنده اي مشاكل معينة قد ممكن تكون، لان كربونات الصوديوم يعني هي مادة كيميائية الى حد ما فممكن تضر باسنانه، فانصح ان هو ممكن يسترجع الى الطبيب المعالج طبيب الاسنان علشان هو يقترح عليه اذا كان ممكن يستعملها او بلاش منها. يبقى طبعا احنا بنقول لحضراتكم الوصفه، لكن حريصين جدا ان احنا لازم نكون حريصين على سلامه حضراتكم، فاللي عنده مشكله يعني بلاش يستعمل الطريقه، واللي ان شاء الله الامور عنده سليمه يستعملها، هي وصفه سهله جدا وبسيطه وصحيه. نشكركم على حسن المتابعه، اي حد عنده تعليق يتركه اسفل الفيديو انا هرد على حضراتكم سريعا. لو عجبكم الحلقة اعملوا لايك، لو حابين تفيدوا غيركم شير للحلقة علشان الكل يستفيد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.